السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. We continue our class and going over the book ثلاثة الأصول, the three fundamental principles by شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولازلنا بارك الله فيكم في المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله. We're still in the first introduction that the author رحمه الله mentioned, حيث قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم, وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وثانية العمل به. والثالثة الدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. كما قال: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. So the author رحمه الله mentioned in the first introduction what means. He said, in the name of Allah, the generally merciful, the especially merciful, know may Allah give you mercy, that it is obligatory upon us to learn four things. The first one is knowledge, the religious knowledge, the knowledge of the religion. And it is to know Allah, to know His Prophet sallallahu alaihi wasallam, to know the religion of Islam based upon proofs and evidences. And the second is to act upon the knowledge. The third is to call to it, to call others to it. And the fourth is to remain patient upon it. And then he mentioned the proof of that is the chapter of Al-Asr from the Quran. فلازلنا في الكلام على الدعوة إليه, وقد أطلنا وأكثرنا في الكلام عليه لأهمية هذا الموضوع ولكثرة من يتكلم في دين الإسلام ومن يشتغل بالدعوة وهو ليس أهلا لها وهم كثير. So we're still in the topic of calling to it, calling to the knowledge. And yes, we have taken several classes actually on this specific topic, because the people who speak about the religion of Islam and claim to make da'wah are many. They are many. However, many of them are not fit to speak about the religion and are not qualified to speak about the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a problem, this is a disaster as a matter of fact, for someone to go and speak about the religion of Islam without knowledge, without having the proper knowledge. وانتبهوا يا إخوة أن الواحد منا لو أراد أن يصلح سيارته ربما بحث وسأل من هو أفضل مصلح سيارات في المنطقة, من يصلح لإصلاح هذه السيارة, من الجيد منهم, وينظر ربما في تعليقات الزبائن في مواقع الشبكة لينظر من هو المؤهل, وربما سأل الناس وتحرى أن يجد أفضل من يصلح له سيارته. وكذلك لو احتاج الإنسان أن يذهب إلى طبيب سيبحث عن أفضل طبيب وأكثر طبيب عنده خبرة وهكذا. فينبغي أن يكون هذا هو الحال في مسألة الدعوة إلى الله وأخذ العلم. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا وبين لنا, الله سبحانه وتعالى وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي يصلح أن يؤخذ منه الدين والعلم الشرعي. وكذلك السلف رحمهم الله بيّنوا لنا الضوابط كيف نعرف من يؤخذ منه العلم والدين والعلم الشرعي. قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذا ضابط. أولا, لا يسألون الناس أجورا. يا إخوة, كثير 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 من اشتهر بالدعوة وله كلام في الشبكات وفي المحطات وفي المؤتمرات وما شاكل ذلك يطلب مالا, يقول أنا ثمن عندي, يعني ثمن المحاضرة كذا وكذا, ويذكر الآلاف المؤلفة. هذا دليل على أن هذا الرجل لا يصلح للدعوة إلى الله. هذا من أكبر الأدلة. اتبعوا من لا يسألكم أجرا, هذا شرط, لا يسألكم أجرا. الذي يطلب من الناس أموالا والذي يقيم هذه الدورات بأموال باهظة وما شاكل ذلك, فهذه علامة على أنه لا يصلح للدعوة إلى الله. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون, هذه علامة ثانية.
أن يكون مهتديا، سمته سمت أهل العلم وأهل الاستقامة، وسمته سمت العلماء، وسمته سمت المستقيمين على الدين والمتمسكين بالدين، هذه علامة ثانية. وأيضا أن يكون ممن شهد له بالتمسك بالسنة، بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، أن يكون سلفيا على الجادة، هذا شرط. لا يؤخذ العلم ولا اللغة العربية ولا شيء من علوم الشريعة، تؤخذ من صاحب بدعة، من عرف بالبدع، من عرف بكلام على ولاة الأمور وحكام المسلمين وبسبهم وشتمهم، من عرف بشيء من هذه البدع، ومن كان مجلسه ومخرجه ومقعده وكلامه ويعني وقته مع أهل البدع، مع الحزبيين، مع الإخوان المسلمين، مع التبليغ، مع غيرهم من هذه الجماعات المنحرفة، عرفنا أنه لا يصح للدعوة، لا يؤخذ منه شيء من الدين. يؤخذ العلم والدين من أهل السنة والجماعة، من يتبع كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح. So again, this is a very important topic. Barakallahu feekum. As we mentioned, there are many who speak about the religion of Islam. However, they are not qualified and they do not have the knowledge, or they don't have the proper and the correct knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala said regarding who do we take our religion from? Allah subhanahu wa ta'ala said what means follow those who do not ask you for recompense. This is a condition. Barakallahu feekum. There are many who establish conferences and classes, and they organize classes and they organize yani other things, and then they ask the people for money. They ask them for money. Many of those famous speakers, especially the famous speakers, they ask for large amounts of money. Yani, we're not talking about Ahlus Sunnah wa Jama'ah, our scholars and our ulama. They do not ask people for any money. But rather, some of the famous speakers who are not upon the Sunnah, they are known. Especially yani here, for example, in the West, you find there are some very famous speakers and they only give lectures if they are given money. And they ask for large amounts of money. Allah subhanahu wa ta'ala said, as in the meaning of the ayah, follow those who do not ask you for recompense. This is one condition. He wants to give you knowledge, he does not want to take any of your money in return. This is one condition. The second condition that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in this ayah, وَهُمْ مُهْتَدُونَ, and they are guided. You find the guidance in their speech, in their actions, in the way they look, in the way they act, in who they interact with, who do they sit with, who are their friends, who do they join in their conferences and then the teachings and so on and so forth. Beware of taking any of your religion, any of the matters of the religion, even if it is the Arabic language, from people of Hizbiyya, people of partisanship, from the likes of Al-Ikhwan Muslimin, from the likes of Jama'at al-Tabligh, and other than them. And Hizb al-Tahrir and their likes, any of those groups, any of those parties. But rather take your knowledge, take your deen from those who follow the Book of Allah, the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, as practiced by the companions, may Allah be pleased with them. There should be no founder to a group, and rather the group goes all the way back to the understanding of the Salaf, the righteous predecessors. There should be no founder, no Hassan al-Banna, no founder to a specific group. As soon as you find that this group was founded by so-and-so, you know this is a group of evil. You know this is an innovated group. This is an innovated matter. Wallahu al-musta'an. The matter should go all the way back to our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And none of those groups, not Jama'at al-Tabligh, not Al-Ikhwan al-Muslimin, not any of their likes, are going to be they are going to claim that they follow the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam and the understanding of the Salaf, because they ascribe to specific individuals or a specific group. Also, barakallahu feekum, they must be upon guidance in regards to their teachings. They teach the tawheed, they teach the correct aqeedah. If you find someone
who's claiming to call the people to Allah subhanahu wa ta'ala, but then he speaks against the Muslim rulers. Or he calls the people to revolt against the Muslim rulers. Or he backbites the Muslim rulers, and so on and so forth. This is an example of someone whom you should abandon and leave alone and not listen to. Wallahu al-musta'an. إذن بارك الله فيكم الدعوة إلي الدعوة إلى هذا العلم الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. So you're calling to Allah سبحانه وتعالى based upon the statement of Allah سبحانه وتعالى, that means call to the way of your Lord based upon wisdom and good advice and debate with them with that which is best. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذن لابد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله تعالى حتى تكون الدعوة على عن علم وبصيرة. So it must be based upon knowledge of the religion of Allah, so that it is based upon the knowledge. The call to Allah سبحانه وتعالى must be based upon knowledge. لقول الله تعالى كما مر معنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قل, هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه سبيلي, هذه طريقي, أدعو إلى الله على بصيرة, يعني على علم وهداية ونور, أنا ومن اتبعني. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال من تبع النبي صلى الله عليه وسلم, أنهم يدعون إلى الله على بصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن تكون الداعية, بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي, وأيضا في كيفية الدعوة وفي حال المدعو. So it must be, as we mentioned, based upon knowledge. As Allah subhanahu wa ta'ala said, addressing the messenger sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala said, what means say, this is my way. I call to Allah based upon knowledge and light. I do and so do those who follow me. So it must be based upon knowledge. Knowledge of the religious rulings, knowledge of how to call to Allah subhanahu wa ta'ala, and also knowledge about the situation of those who are called to Allah subhanahu wa ta'ala. When one is calling to Allah subhanahu wa ta'ala, to know the situation of those whom he is calling them. ومجالات الدعوة كما هو واضح كثيرة. يعني لا يشترط للدعوة إلى الله أن يكون الإنسان جالس في مسجد وله مثلا وعنده حلقة وله يعني لاقط الصوت وعنده كرسي وطاولة وما شاكل ذلك. هذا ليس شرط للدعوة. يعني هذا نوع من أنواع الدعوة ولكن ليس هو شرط للدعوة. So we must understand that calling to Allah subhanahu wa ta'ala, there are many means for calling to Allah subhanahu wa ta'ala. Giving classes and lectures is one of them. It is not a condition that every person who wants to call to Allah subhanahu wa ta'ala must be able to sit in a masjid and have a microphone and have students sitting around him and sit on a chair with a table and the book. This is not a condition for calling to Allah subhanahu wa ta'ala. This is one form and one way, and it is an excellent way. No doubt, it is an excellent way to call to Allah subhanahu wa ta'ala. However, there are many ways of calling to Allah subhanahu wa ta'ala. فمن مجالات الدعوة الدعوة إلى الله بالخطابة, بالخطب, وإلقاء المحاضرات والدروس, والدعوة إلى الله بالمقالات, والدعوة إلى الله بحلقات العلم, والدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف, والدعوة إلى الله أيضا في المجالس الخاصة, في مجالس الإنسان مع إخوانه, مع أهله, مع أقاربه, أن يدعوهم إلى الله. So there are many ways of calling to Allah سبحانه وتعالى, whether by way of giving sermons, giving lectures, gatherings of knowledge, classes, calling to Allah subhanahu wa ta'ala by way of writing, by way of writing, whether, for example, articles, small articles, by way of writing, authoring books. وكذلك في زماننا هذا أخذ المقاطع, مقاطع العلماء, بشرط الانتباه ألا يقتطع الإنسان الكلام بشكل يحرف المعنى. ولكن إذا اقتطع مثلا من دروس العلماء مقاطع صغيرة ونشرها بين الناس, هذا مجال عظيم للدعوة. يعني الذين يستمعون إلى هذه المقاطع القصيرة التي هي ربما بثوان أو بدقيقة أو دقيقتين أكثر بكثير من الذين سيجلسون ويسمعون الدروس كاملة. طبعا لا شك أن سماع الدروس أفضل وخير عظيم, وهذا ما ينبغي أن نكون عليه,
وهذا ما عليه كثير من طلاب العلم بفضل الله تعالى، ولكن هذا لا يفعله أكثر الناس. أكثر الناس في هذا الزمان ليس عندهم صبر إلا على هذه الدقائق القليلة. فلو اقتطع من كلام أهل العلم دقائق هكذا تكون نافعة للناس، فهذه وسيلة عظيمة للدعوة إلى الله. وكذلك تفريغ بعض هذه المقاطع، يعني أخذ جمل منها، قال الشيخ فلان، وتأخذ جملة وفي الأسفل تكتب مثلا شرح كتاب كذا، الدرس رقم كذا، الدقيقة رقم كذا، فقط من باب حتى من أراد أن يتأكد منها أو كذا يرجع إليها. فهذه وتجعل على شكل صور هكذا فيها ربما مثلا جملة أو جملتين ذكرها الشيخ، وتنشر بين الناس في الأشياء المفيدة. هذه من وسائل الدعوة إلى الله في زماننا هذا، وهذه ربما يحسنها يعني من ليس، لا يشترط أن يكون مثلا طالب علم قوي ومتمكن وله دروس، وله ربما من كان نوعا ما جديدا في طلب العلم، سمع جملة من شيخ استفاد منها، وجد أنها جملة مفيدة، أنها كأنها كلام مفيد يستفيد منه الناس كما استفاد منها هو، فيجعلها هكذا في بطاقات دعوية وينشرها. هذه من وسائل الدعوة إلى الله في زماننا هذا. From the ways of calling to Allah subhanahu wa ta'ala nowadays is to make short videos from classes of the people of knowledge. Nowadays, wallah musta'an, people's attention span is very short. So most people will not listen. If you have classes of scholars, many people will not listen to an entire class. Many people will not even listen to 10 minutes. Wallah musta'an. What people look for nowadays is short videos. And this is a means of da'wah. You listen to something that you find beneficial. You find that the people benefit from. You can make a short video out of it, with the condition, of course, that you do not cut the audio or the class in a way that changes the meaning. However, you listen to something that you found beneficial, and you don't need to be an advanced student of knowledge, someone who has studied a lot of knowledge and a lot of Islamic knowledge. This does not require that. Rather, you might be a beginner, you're starting to listen, and you found something that you think is beneficial for the people. You make a short video out of it, and you send it out. People will benefit from those short videos nowadays, more so than long classes and books and the likes. Similar to that is taking sentences and making those cards, and those posters and those thumbnails and the likes to send to the people from words of the people of knowledge. Of course, for example, you say, Sheikh so-and-so said, and you put the quote, and then you mention which explanation, for example, the explanation of the book such and such, for example, lecture number 5, the 25th minute. So that people can go back and find that specific recording that you took from. So, barakallahu feekum, this is a form of calling to Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْهَا كَمَا قُلْنَا الْمَجَالِسَ الْخَاصَّةِ. And from the forms of calling to Allah subhanahu wa ta'ala is private sittings. يعني مجالسك مع أهلك، مع إخوانك، مع أقاربك. So when you sit with your family, with your relatives, with your friends, you can benefit from those times in calling to Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا جلس الإنسان في مجلس في يعني مثلا يعني فيه مجال أو في مجلس مع الناس، يكون فيه مجال للدعوة إلى الله عز وجل. So whenever you sit with the people, this is an opportunity for you to call to Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال. However, it should be in a way that you do not make the people become bored because of it, and you do not burden the people with too much talk. وكيف يحصل هذا؟ كيف يكون؟ مثلا الإنسان يطرح أو يعرض مسألة علمية على الجالسين، وربما ينفتح شيء من النقاش والمناقشة، والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه للناس، وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلا كما هو معلوم. فالأسئلة والأجوبة هذه ربما يستفيد منها الناس، فهذا شيء استخدمه يا أخي في بيتك مع أهلك،
مع أولادك، مع زوجتك، حتى مع إخوانك. كنتم جالسين، مثلا يجلس الناس كما قلنا بشرط ألا يكون فيه إثقال، يعني تجلس مثلا تقول سبحان الله سمعت فائدة وأريد أن أطرحها كسؤال، ما حكم كذا؟ ما الدليل على تحريم كذا؟ ما تسأل سؤال سؤالين ثلاثة حتى يجيبوا وينتهي الأمر، تكون قد نفعتهم بهذه الفائدة التي سمعتها واستفدتها. So, calling to Allah subhanahu wa ta'ala in private gatherings. How do you do so? For example, you can ask a question in the form of, for example, you're sitting with your family, with your wife, with your children, for the woman, with her family, with her husband, with her children, with her, for the people, with their brothers, with their sisters. You're sitting with your family. You can say, I heard the benefit. I want to ask in the form of a question. What is the ruling of such and such? In a way that, of course, you should not overdo it where they get bored. However, a quick question. What is the ruling of such and such? And let them answer and have a discussion regarding this matter. Bi-idhnillahi ta'ala, this is a very beneficial form of calling to Allah subhanahu wa ta'ala. Shaykh ibn Uthaymeen rahimahullah, he said, sometimes this is more beneficial than actually giving a sermon or giving a lecture, a full lecture. Naam. Ala kulli hal, al-da'watu ila Allah hiya wazifatu al-rusul alayhim as-salatu was-salam wa tariqatu man tabi'ahum bi-ihsan. Calling to Allah subhanahu wa ta'ala is the job of the messengers of Allah and it is the way of those who follow them with perfection. فَإِذَا عَرَفَ الْإِنسَانُ مَعْبُودَهُ وَنَبِيَّهُ وَدِينَهُ وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالتَّوْفِيقِ لِذَلِكِ فَإِنَّ عَلَيْهِ السَّعِي فِي إِنْقَاذِ إِخْوَانِهِ بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلِّ وَلْيُبْشِرْ بِالْخَيْرِ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ فَلْيُبْشِرْ بِخَيْرِ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام الحديث وفيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا رجل واحد خير لك من حمر أو من حمر النعم من حمر النعم أو حمر النعم عفوا يعني الأنعام هي النوق الحمراء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. So, calling to Allah subhanahu wa ta'ala is the way of the prophets and the messengers and those who follow them upon perfection. So if one comes to know his Allah subhanahu wa ta'ala, his creator, the one he worships, subhanahu wa ta'ala, the one who is worshipped, who deserves to be worshipped, and one comes to know our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and Allah subhanahu wa ta'ala gives him the ability to learn the religion of Islam, then he must strive to guide and advise those who are around him, especially those who are close to him. And the closer they are, the more right they have over him. And one should receive the glad tidings. The Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned to Ali radiallahu anhu, if Allah subhanahu wa ta'ala guides by way of you one man, just one man, it is better for you than the red camels, which is from the most precious of the wealth of the people at that time. And likewise, the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that whomsoever calls to a guidance, then he will receive the same reward of anyone who follows his guidance without reducing from the reward anything. So if you call one person and he adheres to that, to the guidance and to the religion of Allah subhanahu wa ta'ala because of your call to him, and if he calls others, you will continue to receive more and more and more reward with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So this should be something that we all strive to. نكتفي بهذا المقدار وعذرنا على الإطالة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.